الستة غير درج، هذا توقيتنا في آخر نهار الوقيت يتعدى معكم في ساعة في ساعتنا الأولانية، والفقرة يتلقوا في آخر الأخبار التكنولوجية في العالم مع معاذ خياطي. تيك اتش دي، تيك اتش دي، تيك اتش دي. عسلامة، اليوم في تيك اتش دي باش نحكيوا على فيسبوك اللي تدفع مليارات الدولارات لحماية مؤسسها ورئيسها التنفيذي، كيما باش نحكيو على مايكروسوفت اللي تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتكشف عن مجموعة سيرفس أدابتيف. نبدأ بخبرنا الأولاني ونحكيو على فيسبوك اللي دفعت للجنة التجارية الفيدرالية 5 مليارات دولار لتسوية الشكوى المتعلقة بفضيحة تسرب البيانات كامبريدج أناليتيكا، وحسب التقارير إنها أكبر عملية انتهاك كبرى للخصوصية. وحسب المساهمين في الدعوة القضائية قاموا برفعها ضد فيسبوك، إنه الشركة الأمريكية دفعت مبلغ إضافي يقدر ب 5 مليارات دولار لحماية مؤسسها ورئيسها التنفيذي بشكل فردي لإخلاءه من المسؤولية في تسوية عام 2019 المتعلقة بتسريب البيانات صالح شركة كامبريدج وفقا لموقع بوليتيكو. وفي الدعوة اللي تم الإعلان عليها نهار الثلاثاء، ادعت مجموعتين من المساهمين انه أعضاء مجلس إدارة فيسبوك سمحوا للشركة بدفع غرامة زايدة من أجل حماية مؤسسها ورئيسها التنفيذي، وتم تقديم الشكوى اللي باش تستشهد بالمناقشات الداخلية بين أعضاء مجلس إدارة الشركة الأمريكية في محكمة ديلاوير. وذكر التقرير ان المدير التنفيذي ومدير فيسبوك وافقوا على تفويض بمليارات الدولارات مع لجنة التجارة الفيدرالية كمقابل صريح لإبقاء اسم المدير التنفيذي بعيد على شكوى لجنة التجارة الفيدرالية اللي يحميه من خضوعه للمسؤولية الشخصية في الإخفاق المتعلق بفضيحة تسرب البيانات وحتى مطالبته بتقديم إفادة. وذكر تقرير صادر عن وكالة رويترز أنه فيسبوك تستخدم تكتيكات تتبعها فرق الأمنية في الشركة لإغلاق مجموعات منسقة من حسابات المستخدمين الحقيقيين اللي تشارك في أنشطة ضارة معينة على نظامها الأساسي ضد الحملات اللي تستخدم حسابات مزيفة للتلاعب بالنقاش العام. نمشيو للخبر الثاني ونحكيو على مايكروسوفت مرة أخرى، أما اليوم باش نحكيو على دعمها لذوي الاحتياجات الخاصة. كشفت شركة مايكروسوفت عملاق البرمجية الأمريكية على عديد من منتجاتها الذكية البارح ضمن فعاليات حدث مايكروسوفت سيرفس 2021، كما قامت بالكشف على مجموعة سيرفس أدابتيف لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. حسب ما ذكر موقع ذا فيرج، قامت مايكروسوفت بتطوير مجموعة سيرفس أدابتيف لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة التجربة أكثر سهولة للزباري لابتوب واللي عبر قيامها بإضافة كيكاب وبامب، كما أضافت الشركة مؤشرات لأماكن تواجد منافذ وفتحات للأجهزة. تقوم كيكاب وبامب بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول للمفاتيح المهمة والعثور على الكابل والبريفيريك، كما تشمل مجموعة سيرفس أدابتيف التوفير لمزيد من المرونة والسلاسة، خاصة كي نحلو للابتوب ولا نستخدمو سيبور تابلت. تتضمن المجموعة ستيكرز ترانسبارون اي دي زانديكاتور تانجيبل 3D، ونلقاو لي كاتور دو بور بديزاين بيرز لتحديد اماكن تواجدها. كنت هذه تيك اتش دي بالنسبه لليوم، نتقابلوا غدوه في تيك جديده في اخر نهار. تيك اتش دي، تيك اتش دي، تيك اتش دي. دونك هذه كانت تيك اتش دي، تلقاوها